بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس والدرس 19 في مدارسة ومذاكرة كتاب أحاديث الفتن والحوادث من جمع وتصنيف الإمام المجدد الشيخ محمد رحمه الله. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث: باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ المساكن إهاب أو يهاب؟ قال زهير: قلت لسهير: وكم ذاك من المدينة؟ قال: كذا وكذا ميلا. نعم. يقول رحمه الله تعالى في هذا الباب: باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة، أي في فضل سكناها وفضل عمارتها وما جاء من الأخبار والأحاديث في شأن ذلك، ثم في خرابها قبل أن تقوم الساعة، كما دل عليه ما صنعه في ذكر الأحاديث في هذا الباب. والمراد بالمدينة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي مهاجر نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث هاجر إليها من مكة، وما هجرته إليها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله أذن للمؤمنين أن يهاجروا أولا الحبشة، ولم يأذن بذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أذن له أن يهاجر إلى المدينة، إلى أرض ذات نخل. وهكذا جاء في كتب الله السابقة أن مهاجره هي في أرض ذات نخل. والمدينة كانت منزلا للعرب البائدة قبل الإسلام بمدة طويلة، ولهذا فيها وادي العقيق، ويسمى بذي الحليفة لأنه تحالفت فيه قبيلتان من قبائل العرب البائدة، حتى نزلت المدينة بعد ذلك قبائل الأوس والخزرج، وهما قبيلتان من قبائل اليمن نسبة إلى قحطان ابن يعرب. وقد هاجرت هاتان القبيلتان من اليمن بعد انهدام السد العرم، سد مأرب في السيل العرم الذي ذكره الله جل وعلا في سورة سبأ. وهاجر غيرهم من القبائل كطي في بلاد الجبل، والغساسنة والمناذرة، الغساسنة في البلقاء في الأردن، والمناذرة في الحيرة في جنوب العراق. وسكن المدينة مع الأوس والخزرج قبائل اليهود، وهي ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وهؤلاء الذين هجروا من المدينة بعد غزوة بدر، وبنو النضير، وبنو قريظة. فإن بني النضير هجروا من المدينة بعد غزوة أحد، وبنو قريظة هجروا من المدينة بعد غزوة الأحزاب. والمدينة
سكنها نبينا صلى الله عليه وسلم 10 سنين وتوفي بها، ومن المدينة انتشر الإسلام في أنحاء الدنيا، ووفد عليه في المدينة الناس، وهاجر إليه فيها المهاجرون، وصارت موئل الإسلام ومبعث الرسالة والدعوة والجهاد في سبيل الله. واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، المدينة أو مكة، مع اتفاقهم على فضل هاتين المدينتين، لكن أيهما أكثر فضلا؟ وذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل، وهذا هو القول الصحيح، أن مكة أفضل، لأن الله جل وعلا جعلها حرمة، وحرم على المشركين دخول مكة، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن دلائل أن مكة أفضل أنها لا تحل لأحد كائنا من كان، إلا ما أحلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لما فتحها وطهرها من الشرك والدنس في السنة 8 من الهجرة في رمضان، ورجعت حرمتها كما كانت إلى قيام الساعة. من دلائل حرمتها أنه لا يختلى خلاها، ولا يخبط شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقام العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، وهو الحشيش الذي ينبت في سفوح جبالها، طيب الرائحة، يتخذونه لبيوتهم ويجعل بين الجريد لئلا يتناثر الرمل والتراب، ويتخذونه لقبورهم، ويتخذونه لقينهم، أي لإيقاد النار إذا يبس. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. من دلائل فضل مكة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، وقف على أحد جبالها، قيل الحزورة وقيل غيره، قيل جبل الحزورة وقيل غيره، ثم التفت إلى مكة فقال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وذلك أن قريشا أخرجوا رسول الله من مكة بمضايقتهم له، حتى هموا بقتله. من دلائل فضل مكة على المدينة أن صلاتها في مكة مضاعفة ب100,000 صلاة مما سواه من المساجد. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة مما سواه، وصلاة في مسجدي هذا، لأن حديثه كان في المدينة عليه الصلاة والسلام، وصلاة في مسجدي هذا ب1,000 صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. وهذه المضاعفة للصلوات ليست خاصة في مسجد الكعبة، وإنما في جميع مكة مما هو داخل حدود أميال الحرم. يدل لذلك ظاهر الحديث في رواياته في الصحيحين، ويدل له أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية في السنة 6 من الهجرة قدم حتى نزل الحديبية، حيث منعه المشركون أن يعتمر، فأرسل إليهم من يفاوضهم
واستمرت المفاوضة بينه وبينهم ليالي، وهو نازل في الحديبية، كانت إذا حضرت الصلاة يدنو عليه الصلاة والسلام حتى يصلي داخل حدود الحرم ثم يرجع إلى منزله. كما يدل عليه أيضا أنه في حجة الوداع قدم صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فلما قضى طوافه وسعيه اتجه ونزل بالأبطح. أين الأبطح؟ هي المسمات الآن بالغزة، في سفح المعلات، لأنه ألين لنزوله ونزول من معه من المسلمين، وكانوا أزيد من 30,000. والغزة ليست بعيدة عن الكعبة، فكان يصلي صلواته في مكانه، يقصر الرباعية إلى 2، فلو كان مكانه غير مضاعف فيه الصلاة ما فوت على نفسه ولا على أمته الأجر العظيم، ولقدم إلى الحرم إلى الكعبة ليصلي فيها وعندها. فلما صلى عليه الصلاة والسلام في مكانه دل على أن مكة مما هي داخل الحدود الحرم الصلاة فيها مضاعفة جميعا. وذهب الإمام مالك إلى أن المدينة أفضل من مكة، لأن الله اختارها مهاجرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال: اللهم بارك لنا في المدينة، اللهم إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها. والصحيح أن مكة أفضل، يلي مكة في الفضل المدينة، لأن المضاعفة خاصة بمسجده صلى الله عليه وسلم. وقد بنى صلى الله عليه وسلم مسجده أول مقدمه المدينة، ثم وسعه بعد خيبر، ثم وسعه بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزاد في المسجد ضعفه. كان المسجد في توسعه النبي عليه الصلاة والسلام 200 ذراع في 200 ذراع، يعني 100 متر في 100 متر، فوسعه عمر ضعفه. فقال بعض الناس: خرج المسجد عن مسجد رسول الله. فقال عمر قولته المشهورة: أبدا، والله لو امتد الصف من هنا إلى صنعاء لكان من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة سكناها له فضيلة وله أجر، إذا كان سبب ذلك هو حب سكناها لأن النبي سكنها صلى الله عليه وسلم، لأن النبي سكنها صلى الله عليه وسلم. ولهذا من رغب في المدينة ومات فيها راغبا بهذا الأمر الديني يستوجب أن تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما أحبها من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. المدينة لما كانت هذه البلدة الشريفة الفاضلة تعددت أسماؤها، فمن أسمائها المدينة، وهذا الاسم جاء في القرآن: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وقال جل وعلا في آخر الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. من أسمائها طابة وطيبة، وهما اسمان سماهما به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي طيبة وطيبة، وهي الطيبة أيضا، هذا اسم ثالث. من أسمائها أيضا دار الهجرة، ومن أسمائها من أسماء المدينة أيضا
مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وتسمى أيضا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أسمائها في الجاهلية يثرب، وهو اسم لرجل سكنها أبناؤه من العرب البائدة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى المدينة بيثرب. طيب، جاء في القرآن اسمها، اسم يثرب، أين ذلك؟ ها؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم. فهذا على جهة الخبر لا على جهة التسمي، إنما على جهة الخبر والحكاية، على جهة الخبر والحكاية. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من قدم المدينة وسكنها وتحمل لأواءها وتحمل عنتها، لأن المدينة في الصيف حارة حيث تحيط بها الحرار من ثلاث جهات، فصبر على ذلك ومات بها، حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما سكنها الصحابة اجتووها، أي أثر عليهم جوها وأثر عليهم حرها، حتى أصابت بعضهم الحمى كأبي بكر وبلال. ومن ذلك أنهم يشتاقون واشتاقوا إلى مكة، فدعا صلى الله عليه وسلم فرفع الله الحمى، حمى المدينة، وأنزلها في الجحفة حيث لا أحد هناك. مما جاء في الترغيب في سكن المدينة أنها البلد الذي يشد إليه الرحل، فإن الرحال والسفر لتعظيم بقعة لا يصح إلا إلى ثلاثة بقاع: مكة فهي حرم الله، والمدينة وهي حرم رسول الله، والبقعة الثالثة بيت المقدس بلد الأنبياء، عجل الله عز وجل برجوعه عزيزا شامخا منصورا إلى حوزة الإسلام والمسلمين، وطهره من هؤلاء الأرجاس الأنجاس إخوان القردة والخنازير. مما جاء في هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ولهذا من سافر معظما مسجدا غير هذه المساجد الثلاثة، أو مقاما أو ضريحا أو مزارا، فإنه وقع فيما نهى عنه نبي عليه الصلاة والسلام، بل وقع في وسيلة من وسائل الشرك في تعظيم المشاهد والمقامات والعتبات والمزارات. مما جاء في فضلها هذا الحديث، وهو يتعلق بها في آخر الزمان، وهذا الباب الذي عقده الشيخ فيتعلق بسكن المدينة في آخر الزمان. قال: ولمسلم، أي في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ المساكن إهاب أو يهاب، تبلغ المساكن، مساكن المدينة، إهاب أو يهاب. ما معنى إهاب أو يهاب؟ هذا اسم لجبل من جبال المدينة يقع في غربيها، يقع في شمال غربي وادي العقيق، وهو يبعد عن الحرم تقريبا 5 أو 6 أميال. وقد صدق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فبلغت مساكن المدينة هذا الجبل وتعدته أيضا، وهذا من علامات كثرة الناس فيها وعلامة من علامات الساعة الصغرى. طيب، قوله إهاب أو يهاب، هل هذا شك من الراوي؟ الجواب لا، فإن العرب في لغتها ولهجاتها تسهل الهمزة إلى الياء، كقولهم حائل ثم حائل، الطائف وتسهل إلى الطائف، فالهمزة تسهل في لغة العربي إلى إيش؟ إلى الياء.
قال زهير وهو أحد رواة الحديث: قلت لسهيل: وكم ذاك؟ أي إهاب عن المدينة؟ قال: وكذا كذا وكذا ميلا. وهذا الجبل نعرفه، وكنا نخرج إليه للنزهة ونتمشى حوله، وهو من جبال المدينة الكبار، وكما قلت يقع في غربي المدينة، وقد أحاط به العمران الآن من جهتين، والجهة الثالثة بدأوا يزدادون عمرانا فيها. نعم. ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. قال الزهري: وسلاح قريب من خيبر. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا الذي رواه أبو داود في سننه، وراه الإمام أحمد وغيره، أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك، أي أن الأمر قريب ليس بالبعيد. يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة. من يحاصرهم؟ يحاصرهم عدوهم، إما عدو من أنفسهم كالبغاة والظلمة والخوارج عليهم، أو أنه عدو من غير ملتهم، أي من الكافرين، وهذا وارد وهذا وارد. فإن أعداء المسلمين من أنفسهم إنما يمدهم الكافرون، وهم الذين يخططون لهم أو يجعلونهم أدوات لتنفيذ مخططاتهم. يحاصر المسلمون إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. مسالحهم أي مكان سلاحهم الذي يأخذونه سلاح، وسلاح بضم السين وفتح اللام موضع جنوب خيبر. كم تبعد خيبر عن المدينة؟ تبعد خيبر عن المدينة 170 كيلا، أي أن يكون هذا الموضع موضع سلاح هو أقرب ما يكون فيه مسالح المدينة من جهة تسلحهم ومن جهة ذهاب نعمهم إليه. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يخشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. هذا الحديث لم ينفرد مسلم في روايته كما ذكر المصنف، فإن الشيخ المصنف يقول: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث اتفق على إخراجه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يتركون المدينة على خير ما كانت، أي بأمنها وأمانها ورغد عيشها، دار فيها الرزق، مجلوب إليها الخيرات، وهذا ظاهر في هذا الزمان جدا، عميمة فيها البركة، بركة المد والصاع والخيرات، بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. يتركون المدينة على خير ما كانت. لماذا يطلبون الزيادة؟ يريدون رغد العيش، يريدون المصايف، يريدون أماكن الدعة والراحة. معلوم أن المدينة حرها حر عظيم، والعجيب أن حرها ليس فقط في النهار بل حتى في الليل. لماذا؟ لأن الحرار، وهي الصخور البركانية النارية، تحيط بها من ثلاث جهات، وهذه البراكين والحرار تخزن في النهار حر الشمس ثم تبعثه بالليل،
وأذكر أيها الإخوة ونحن صغار ننام في سطوح المنازل في المدينة من شدة الحر، نرش فرشنا بالماء لعلها أن تبرد بردا يسيرا، فيترك هؤلاء المدينة راغبين عنها، يريدون المصايف ويريدون الملاهي والملاعب وزيادة التترف على خير ما كانت، وهذا لقلة الدين وضعفه، وإلا فمن صبر على لأوائها محبا لها لأنها بلد رسوله عظم أجره، ولو مات نال بهذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا علامة على محبته. قال: لا يغشاها أي المدينة إلا العوافي. أصل العوافي البهائم التي تطلب عافيتها بقوتها، ففسرها الراوي قال: يريد عوافي السباع والطير، لأنها هجرت ولم يبق فيها إلا القليل. وهذا الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون في آخر الزمان قرب قيام الساعة. يخرج راعيان من مزينة، مزينة قبيلة من قبائل العرب، مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، يريدان المدينة، أي أنهما خارج المدينة ويقصدان المدينة بغنمهما، ينعقان أي يصرخان بالغنم، فيجدان المدينة وحشا أي خالية ليس فيها إلا الوحوش والعوافي، عوافي السباع والطير. ولهذا وقع في الحديث: وهما آخر من يحشر، كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: ثم يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا أي موحشة خلاء، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. أين ثنية الوداع في المدينة؟ هذا الموضع لا يبعد الآن عن المسجد النبوي إلا كيلو مترا واحدا، وهو موضع في شمالي المدينة، في شمالي المدينة امتد إليه العمران، وهو مرضع مرتفع على سفح جبل سلع. إذا بلغ هذان الراعيان المزنيان ثنية الوداع سقط على وجوههما، لأنه قد قامت الساعة بنفخة الصور، ويردد الناس قصيدة ينشدونها: طلع البدر علينا، إيش من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. والعجيب أنه من الجهل ظنوا أن هذه القصيدة غنتها الأنصار في مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غلط، فإن النبي إنما قدم المدينة مع صاحبه من أي الجهات؟ من الجنوب الغربي جهة قباء، وثنية الوداع من الشمال. ولكن هذا القصيد ردده الأنصار لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إما من خيبر وإما من تبوك: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. لأن هذه الثنية وهي مرتفع لسفح جبل بعدها يهبط إلى المدينة هبوطا خفيفا. نعم. وروى عمر بن منبه عن سليمان بن الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج أهل المدينة منها ثم يعودون إليها فيعمرونها حتى تمتلئ، ثم يخرجون منها فلا يعودون إليها أبدا. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه نحوه. عندك وروى عمر بن منبه؟ نعم أحسن الله إليك. إيه والله العالم أنه روى عمر بن شبه وليس عمر بن منبه، فإن عمر بن شبه هو الذي له كتاب مسند اسمه تاريخ المدينة النبوية،
وذكر فيه أحاديثه وفضائلها وهذا منه. فقد ساق ابن شبة عمر ساق هذا الحديث من روايتين، من رواية عبد الله، من رواية جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، ومن رواية أبي سعيد. فكأن الشيخ المصنف أورد هاتين الروايتين حتى يشد بعضهما بعضا، ولهذا أسند برواية ابن شبة، قال: روى عمر بن شبة عن سليمان بن الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر. وهذا الإسناد إسناد جيد لولا شأن عبد الله بن لهيعة، فإن عبد الله بن لهيعة وهو من رواة الأحاديث المكثرين احترقت كتبه في آخر حياته، فأصابه الاختلاط، أصبح يخلط، ولهذا ضعف العلماء روايته لما اختلطت كتبه، لما اختلطت روايته باحتراق كتبه. وكنت أسمع من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول إن رواية العبادلة الأربع عن عبد الله بن لهيعة أثبتوا من رواية غيرهم. من العبادلة الأربع؟ عدوا معي: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد بن هارون، وعبد الله بن وهب القرشي المالكي الفهري، أن هؤلاء العبادلة روايتهم عن ابن لهيعة أثبت من رواية غيرهم، لأن أكثر رواياتهم عنه كان قبل اختلاطه، والحديث لم ينفرد به ابن لهيعة، فإنه جاء شاهد له من حديث أبي سعيد الخدري فيقويه أنه عن جابر عن عمر، ففيه رواية صحابي عن صحابي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج أهل المدينة منها، يعني في آخر الزمان، ثم يعودون إليها، أي يعود الناس إليها بعدما يبقون مدة خارجها، فيعمرونها حتى تمتلئ، أي تضيق بأهلها وسكانها، ثم يخرجون منها فلا يعودون إليها أبدا. فذكر منها خرجتين عليه الصلاة والسلام: خرجة ليست باتة، بل سيعود الناس بعدها إلى المدينة وتمتلئ أضعاف ما كانت فيها قبل ذلك، وكأنها والله في هذه الأزمان، والله أعلم في هذه الأزمان، ثم يخرجون منها خروجا لا يرجعون إليها. وهذا الذي جاء في الأحاديث السابقة أنها تقفر وتوحش، ولا يكون فيها إلا عوافي السباع والطير، وتكون موحشة، وهذا في آخر الزمان قبل قيام الساعة، والله أعلم. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده ليكونن بالمدينة ملحمة يقال لها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، فاخرجوا من المدينة ولو على قدر بريد. وله، أي لعمر بن شبة صاحب التاريخ، تاريخ المدينة، وهو رحمه الله من أعيان ووفيات القرن الثالث الهجري في عصر الإمام أحمد وعصر البخاري، قال: والذي نفسي بيده، يقوله عليه الصلاة والسلام، ليكونن بالمدينة ملحمة، أي مقتلة، والمدينة جرت عليها ملاحم ومقتلات، يقال لها الحالقة. والملحمة هذه لها مهيجات، ومهيجاتها هي البغضاء والغل وإغار الصدور، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، أي سيحصل فيها ما يوجب البغض والكره من إغار الصدور، الذي هو فرع من علامات آخر الزمان. قال: فاخرجوا من المدينة، إذا وقعت هذه الفتنة، فتنة الحالقة بالبغضاء
والغل والحقد فاخرجوا من المدينة ولو على قدر بريد. هذا فيه حث على الخروج منها للنجاء من هذه الفتنة، فتنة الغل والبغضاء والحقد، ولو على مسافة بريد. كم هي مسافة البريد؟ ها؟ البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، 4 × 3 كم؟ ها؟ 12 ميل. والميل كم يبلغ بالكيلومترات؟ 1.6، 1600 متر، يعني 1.6 بالعشرة، 12 × 1.6، يعني اخرجوا خارج المدينة ولو على قدر بريد حتى تسلموا من هذه الملحمة الحالقة ومن هذه الفتن التي تحلق الدين بالبغضاء والغل والشنآن والقيل والقال. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. هذا الحديث وإن كان في عموم آخر الزمان، لكن سياقة الشيخ له في هذا الباب ليفسر أن الفتنة الحالقة التي تحلق الدين في آخر الزمان هي البلاء في الدين، ومن البلاء في الدين البغضاء والقيل والقال، التي ما التصنيف الآن، تصنيف الناس على ضوئها، إلا فرع من فروعها ومهيج من مهيجاتها وسبب من أسبابها. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة: والذي نفسي بيده، يحلف صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار ولو لم يحلف، وما حلفه إلا تأكيد بهذا الأمر وتنويه إليه، وهذا كما سبق نظائره حلف بماذا؟ حلف بصفة من صفات الله، والذي نفسي بيده. والصفة التي تثبت هنا وحلف بها النبي هي يد الله عز وجل، والحلف إنما يكون بالله أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى. قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، أي لا تنقضي، فقول لا تذهب الدنيا كقوله لا تقوم الساعة، وكقوله لا يذهب الليل والنهار حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، على قبر أخيه كما سبق في الروايات، يمر على قبر أخيه الذي سبقه بالموت فيتمرغ عنده بالتراب، كما تتمرغ البهيمة والدابة، الإبل تأتي للأرض المراغة التي طينها كثير ويابس، تتمرغ عنده، وتمرغها بهذا التراب ينظفها مما يعلق في وبرها من الأذى. ولهذا تمرغ البهائم بمراغة الأرض كاغتسالك أيها الآدمي بالماء. يتمرغ هذا المسلم عند قبر أخيه يقول: يا ليتني مكانك، يتمنى الموت من عظيم البلاء واستطالة الفتن وتنوعها. قال عليه الصلاة والسلام: يقول: يا ليتني مكان هذا القبر وليس به الدين، ليس به أنه مدان بأموال أو مدان بجرائم، إنما به البلاء، ليس به إلا البلاء، الذي عجز أن يصبر معه على هذا البلاء فيتمنى الموت. وهذا يدل على أن البلاء في آخر الزمان يشتد، وضيق النفوس يعظم، حتى يبلغ ذلك مبلغا أن يتمنى المسلم فيه أن يموت لئلا يفقد بهذا البلاء دينه. نعم، يتمنى الموت
لئلا يفقد دينه ويزول عنه دينه. ولا يجوز أن يتمنى المسلم الموت لمجرد الضر الذي نزل به إلا إذا كان ضرا يخشى معه ذهاب دينه فيتمنى عندئذ الموت ويجوز له ذلك. ولهذا في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. يتمنى الموت أن يختم له على عمل صالح لئلا يضل ويزل أو ينكص على عقبيه أو يرتد عن دينه. نعم. وله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. وقال وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي العالية عن علي رضي الله عنه في حديث: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، وكأني برجل من الحبشة أصعل أصحم حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم. قال الأصمعي: أصعل كذا يروى، فأما كلام العرب فهو صعل بغير ألف وهو صغير الرأس. هذه الأحاديث فيها أن الكعبة تخرب في آخر الزمان إذا ضعفت مهابتها في نفوس الناس ثم لا تعمر أبدا، كما في رواية سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه: تخرب فلا تعمر بعده أبدا. وهذا من علامات زوال الدنيا وارتفاع الدين، لأن خيرية هذه الأمة لا تزال باقية بتعظيمهم هذه الحرمة، يعني هذه الكعبة. روى ابن خزيمة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عظموا هذه الحرمة، وأشار بيده إلى الكعبة. بماذا تعظم؟ بما عظمها الله عز وجل به، بالطواف بها تقربا إلى الله، الصلاة إليها، بقصدها بحج وعمرة. وهؤلاء جموع المسلمين يفدون وفودا عظيما على هذا البلد، عمارا وحجاجا. قال: وله، أي لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. من هو ذو السويقتين؟ قالوا: إنه زعيم ظالم حبشي يقدم معه الأحباش ليخرب الكعبة. وسماه النبي بذو السويقتين لأن ساقيه دقيقتان، كما في الحديث الآخر في الرواية الأخرى أنه حمش الساقين. وليس هذا هو أبرهة الحبشي، لأن أبرهة لم يخرب الكعبة، حاول وحرص على هدمها ولكن الله جل وعلا كبته ورد كيده في نحره، فإنه قدم بجنوده وفيلته حتى بلغ المغمس الموضع الذي هو شرقي عرفات، لم يدخل حدود الحرم بعد، فحرم الفيل في مكانه، الفيل الذي يقود الفيلة حرم في مكانه، وكلما وجهوه لكل جهة غير جهة الكعبة قام، فإذا وجهوا للكعبة حرم. وأرسل الله عز وجل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فأهلكهم، ولم يبق منهم إلا شرذمة كان يلعب بهم صبيان أهل مكة. وفي تلك السنة ولد نبينا صلى الله عليه وسلم في عام الفيل.
وكان سيد مكة وقتئذ من هو؟ عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، أبرهة الحبشي، هذا الملك الظالم الغاشم قبض على إبل أهل مكة. فخرج عبد المطلب لما شكى إليه أهل مكة أن هذا الملك أخذ إبلهم، قالوا وأنت سيد هذا الوادي. فذهب عبد المطلب إلى أبرهة الحبشي، فظن أبرهة أن عبد المطلب جاءه يشفع إليه ألا يهدم الكعبة. فلما دخل عليه عبد المطلب وبينهما المترجم قال قبضتم على أو أخذتم إبل أهل مكة، وإنما جئنا طالبين لهذه الإبل. فقال له أبرهة الحبشي ظننت أنك جئت تطلب مني ألا أهدم الكعبة وجئت تطلب الإبل والنعم. فقال عبد المطلب قولته المشهورة أنا رب الإبل، أنا رب الإبل. وللبيت رب يحميه، وقد حمى الله بيته، حماه وحرزه من هذا الكافر هذا الظالم. أنا رب الإبل أي صاحبه صاحبها، وللبيت رب يحميه، فليعبدوا رب هذا البيت وقد حمى الله حرمه. في آخر الزمان إذا قل الدين في القلوب وارتفع العلم وعظم الهوى والجهل يأذن الله بخراب الدنيا بفساد أهلها، ومن ذلك أن يخرب بيته. يقول صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة أي يهدمها ذو السويقتين من الحبشة، لكأني به، كأني أنظر إليه معه المعول وهو واقف عليها يهدمها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند البخاري كأني به أسود أي أسود البشرة، أفحج الساقين، مع دقة ساقيه يمشي متفحجا، يقلعها حجرا حجرا، وليس لها ناصر وليس عليها غائر، لأن الدين ضعف في النفوس والإيمان قل في القلوب، فلم يرتفعوا إلى مقدساتهم ولا غروة. فهذا المسجد الأقصى مقدس من مقدسات المسلمين، طهره هؤلاء الصهاينة الأرجاس سنين بعد سنين، وتبلدت كثير من أحاسيس المسلمين حتى عن الدعاء تبلدوا عن ذلك. وهذا يظهر لكم لماذا يرضى المسلمون أن تخرب الكعبة بعد إذن، أي لقلة الغيرة في نفوسهم على دينهم وعلى مقدساتهم. لا بل ما هو أعظم من مقدسات المسلمين في الكعبة، دم المسلم أصبح أرخص ما يكون عند المسلمين. رأى ابن عمر الكعبة قال والله إنك لعظيمة، والله إنك لعظيمة، والمسلم أعظم عند الله منك، ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا إيش أهون على الله من أن يهرى قدم امرئ مسلم. لتعلموا مبلغ هذه الفتنة وشناعتها وعظيم شررها، تأملوا كيف رقى وخف شأن دم المسلم عند المسلمين، بل أصبحوا يهيجون على قتل بعضهم بعضا، وهي أعظم من الكعبة. إذن لا غروة ولا عجب إذا جاء زمان هدمت فيه الكعبة حجرا حجرا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي العالية
عن علي رضي الله عنه. من حفصته؟ هل هي حفصة أم المؤمنين؟ لا، إنها حفصة بنت سيرين، أخت العالم التابعي المشهور محمد بن سيرين، عن أبي العالية عن علي رضي الله عنه في الحديث: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. يأمر صلى الله عليه وسلم ويأمر بالإكثار من الطواف بالبيت ما دام أنه مكن لكم. وجزى الله القائمين على هذا البيت أن هيئوه ووسعوه وأمنوه للوافد عليه طائفا وحاجا ومعتمرا وزائرا. استكثروا أي كثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. سيأتي وقت يحال بين المسلمين وبين هذا البيت، فلا يصلون إليه لا حجاجا ولا عمارا ولا زائرين، ومنتهى ذلك إذا خربت الكعبة وهدمت. والطواف بالبيت بحد ذاته عبادة، لا تصلح هذه العبادة في أي بقعة أخرى على وجه هذه الدنيا، وهي الطواف بالبيت. هل يصح أن يطاف بجبل الصخرة في المسجد الأقصى؟ لا. هل يصح أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بقبور غيره؟ الجواب لا. عبادة الطواف لا تصح في أي مكان في الدنيا إلا في هذا البيت، والطواف ليس تقربا للبيت وعبادة له، وإنما الطواف تقرب لرب البيت وصاحبه سبحانه وتعالى. استكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يحال بينكم وبينه. قال: وليأتين أو وكأني برجل من الحبشة أصعل. أصعل يعني صغير الرأس، أصحم، ومعنى أصحم صغير الأذنين لا يسمع، حمش الساقين أي دقيق الساقين، قاعد عليها وهي تهدم. يأمر فعلته أن يهدموها، ثم يأخذ المعول ويضرب بالمكان الذي يهدمها من هذا البيت. نعم. ولأبي داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني يبايع لرجل بين الركن والمقام. كذا شيخ عندك؟ كأني يبايع، إيه المحفوظ يبايع، يبايع لرجل. نعم. كأني يبايع لرجل بين، لا يبايع لرجل بين الركن والمقام بلا كأني، بدون كأني. أي نعم، أحسن الله عملك. يبايع لرجل بين الركن والمقام، وأول من يستحل هذا البيت أهله، فإذا استحلوه فلا تسل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده، وهم الذين يستخرجون كنزه. هذا الحديث يفسر الرواية السابقة، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. من هو أبو داود الطيالسي؟ إنه شيخ الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري. وأبو داود الطيالسي غير أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، بينهما طبقتان، فإن سليمان بن الأشعث من أصحاب الإمام أحمد، وأبو داود الطيالسي صاحب المسند وهو شيخ الإمام مسلم. روى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبايع لرجل بين الركن والمقام. بين الركن أي الحجر الأسود، وبين المقام مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم كان ملتصقا بالكعبة عن يمين بابها، ثم تأخر بالسيول إلى موضعه هذا وثبت فيه.
وثبت في هذا الموضع في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يبايع لرجل بين الركن والمقام، واتخذوا هذا المكان لعقد البيعة تعظيما لهذه البيعة من تعظيم ماذا؟ الكعبة. فإذا بويع له يغدر عليه بقوله: وأول من يستحل هذا البيت أهله. أول من يستحل هذا البيت أهله، يعني أول من يذهب حرمته وعظمته وقدسيته هم أهله. لماذا؟ لضعف الدين وضعف العلم وقلة مراعاة حرمات الله وشعائره. وفي سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه، وهذا البيت من شعائر الله. في الآيتين بعدها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي البقرة: إن الصفا والمروة إيش؟ من شعائر الله، أي مما أمرتم أن تعظموه من شعائر الله. ولهذا قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا استحلوه، أي أذهبوا حرمته وأوقعوا فيه المعاصي والكبائر والذنوب، وفي هذا أن المعصية في مكة مفخمة ومعظمة لا بعددها وإنما بكيفيتها، كما أن جنس الحسنات في مكة معظمة بكيفيتها، أما الصلاة فقد جاء تعظيمها بماذا؟ بمضاعفتها عددا وكيفية. فإذا استحلوه أي البيت، فلا تسأل عن هلكة العرب. ما هلكتهم؟ أي ما يهلكهم لما قارفوا من المحرمات وتضييع الحرمات، ومنها تضييع شعائر الله وحرماته في أرضه. فهذا خراب معنوي أول يمهد للخراب الحسي للكعبة. الخراب المعنوي بقلة تعظيم دين الله وحرماته يمهد للخراب الحسي، كالمساجد خرابها المعنوي بأن لا يصلى فيها ولا تعمر إلا قليلا، هذا يكون مقدمة للخراب الحسي. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن المساجد التي هي بيوت الله في آخر الزمان: يعمرون المساجد، يبنون المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا، عمروها للمباهات، عمروها لما بينه من الغل والحسد، لا يصلي مع آل فلان في مسجدهم يبني له مسجدا خاصا، عمروها لأجل الدنيا ولا يعمرونها بالصلاة والذكر إلا قليلا. فالخراب المعنوي تقدمة وإرهاص للخراب الحسي. قال: ثم تجيء الحبشة. قال دل على أنهم لهم دولة ولهم قوة ولهم منعة، فيخربونه أي الكعبة خرابا لا يعمر بعده، وهم الذين يستخرجون كنزه أي يسرقون ما فيه. الكعبة بابها من ذهب وميزابها من ذهب وفيها الكنوز، يستخرجها هؤلاء الحبشة إذا قل من المسلمين من يذب عن حرم الله ويدافع عنه، لأن مهابته في نفوسهم قد خفت أو زالت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يكون في آخر الزمان لعلامة فساد الزمان وانقضائه وزواله. نعم. ولمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل الروم. ثم سكت هنية ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثيا ولا يعده عدا،
قيل لأبي نظرة عندك يحثو ولا يحثي؟ يحثو عفى الله عنك. يكون في آخر أمتي خليفة يحثي ولا يحثو؟ يحثو. أي نعم، فيها الروايتان، فيها يحثو وفيها يحثي. نعم أحسن الله إليك. قيل لأبي نظرة وأبي العلاء تريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ قال لا. وله عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. حديث البخاري أو حديث مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مضى ذكره في أشراط الساعة، والشاهد من سياق المصنف له في هذا الموضع أنه إذا كانت البصرة، إذا كان العراق والشام ومصر تحاصر، فكذلك المدينة ستحاصر كما دلت عليه الروايات السابقة، والكعبة ستحاصر بهذا الجيش، جيش الحبشة. فقال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. القفيز هي وحدة الكيل عندهم، وهي 5 مكوك، ولا درهم أي ولا نقد. قلنا من أين يا رسول الله؟ قال من قبل العجم، أي تحاصرها العجم، يمنعون ذلك. ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. الدينار من ذهب عملة، والمدي ضعف القفيز، تقريبا 10 مكوك. قلنا من أين ذلك يا رسول الله؟ قال من قبل الروم أي النصارى. ثم سكت هنية أي يسيرا، ثم قال يكون في آخر أمتي خليفة. خليفة يعني أمير ورئيس وملك. يحثو، ويجوز فيها الوجه الثاني، يحثي. يحثي المال حثيا أي أنه لا يعده، يعطي الناس بالكوم، وهذا هو المهدي في آخر الزمان كما ستأتي في أحاديثه. فإنه جاء في صفاته 14 منها أنه يحث المال حثوا ولا يعده عدا. ومعنى يحث أي أنه يقسم من غير عدد. فظن التابعون أبو نظرة وأبو العلاء أنه عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الأموي، لأنه في زمنه فشل عدل وطيف بالصدقة ولم يجد من يأخذها، مع أن خلافة عمر كم استمرت؟ استمرت 2 سنة و4 أشهر. فقيل لأبي نظرة وأبي العلاء تريان تظنان أنه عمر بن عبد العزيز؟ قال لا. وهذا شأن أهل العلم، لا يبادرون في إنزال الأحاديث على الأعيان. وقولهم لا لأن زمان عمر قريب من زمان النبوة، فإن عمر بن عبد العزيز ولايته في آخر 100 الأولى. وله أي لمسلم عن أبي سعيد وجابر، أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خضرة من الأنصار، وجابر هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرج الأنصاري رضي الله عنهم، أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. هذا في تفسير معنى قوله يحث المال أي يقسمه من غير عدد، إنما يقول لك هذا النصيب لكثرة المال والسيولة في زمنه. وهذا هو المهدي. ولهذا ترجم الشيخ بعد هذين الحديثين بباب ما جاء في المهدي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المهدي. ولأبي داود عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره،
فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث جيش من الشام يخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة. فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب العراق يبايعونه. ثم ينشر رجل من قريش أخواله كلب، فيبعث إليه بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض، فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. باب ما جاء في المهدي، أي من الأحاديث والآثار. والمهدي علامة من علامات الساعة الصغرى، لأنه ليس من الكبرى، ويقع في زمن المهدي بعض العلامات الكبرى. الأحاديث عن المهدي حديث كثيرة، بلغت مبلغ الاستفاضة، وعند بعض أهل العلم بلغت مبلغ التواتر، وهي على 3 أنواع: أحاديث صحيحة، وأحاديث حسنة، وأحاديث ضعيفة. وقد روى هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 صحابيا. قال الشوكاني محمد بن علي العالم اليماني المشهور تلميذ ابن الأمير في كتابه الفتح الرباني: عدة أحاديث المهدي 50 حديثا و28 أثرا. ثم ذكرها رحمه الله. من رواة أحاديث المهدي أم سلمة وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وطلحة بن عبيد الله، كم هؤلاء؟ 5، وابن مسعود وأبو هريرة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأم حبيبة، كم ذولا؟ 10، وثوبان وقرة بن إياس وعلي الهلالي وعبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنهم. هؤلاء أشهر رواة أحاديث المهدي من الصحابة رضي الله عنهم. جاء في الحديث الذي عول عليه بعض المؤرخين كابن خلدون في تاريخه، فإن ابن خلدون أشهر من أنكر المهدي وتمسك بما رواه البيهقي وغيره: لا مهدي إلا عيسى ابن مريم. وهذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه البيهقي نفسه، وضعفه الحاكم لورود مجهول في إسناده، ولأنه مضطرب، هذه العلة الثانية، ولأن فيه أبان ابن صالح، وأبان ابن صالح متروك الحديث، رواياته ضعيفة جدا. فالأحاديث في المهدي أقل ما يقال فيها إنها أحاديث بلغت مبلغ الاستفاضة، ولهذا أثبتها جماهير العلماء وقالوا بها. من هو المهدي؟ دلت الأحاديث والآثار على صفاته الخلقية والإسمية، وصفاته المعنوية، وعدتها 14 صفة يأتي ذكرها في الأحاديث. فمن هذه الصفات أن اسمه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد، واسم أبيه كاسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام فهو محمد بن عبد الله. ثالثا أنه من آل بيت رسول الله، من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب، فالحسن ابن علي كان رجلا فحلا تزوج 84 امرأة، وذريته أكثر من ذرية أخيه الحسين، وكأنها والله أعلم منه لما أن جمع الله المسلمين في عهد الصحابة على معاوية في عام الجماعة، لما تنازل له الحسن جعل الله عز وجل من ذريته
هذا الملك الصالح الخليفة الموفق المهدي الذي يكون في آخر الزمان. من صفاته أنه مهدي بهداية الله له، ليس مضل. من صفاته أن الله يصلح شأنه في ليلة. من صفاته أنه ليس معه حرص إليك إليك وعنك عنك، وإنما هين لين لا يثير أحدا. ومن صفاته أيضا أنه يحث المال حثوا ولا يعده عدا، وأنه يبايع له عند الكعبة، وأنه سيغزو بالمسلمين، سيغزو بهم الكافرين والملحدين والمعاندين، وأنه سيكسر الصليب الذي تعظمه النصارى وغير النصارى، ويضع الجزية فلا يقبل من الناس إلا إسلام أو جهاد، ويقتل الخنزير، ويصلي بالناس إماما. ومن أعظم صفاته أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ماذا؟ جورا وظلما، أي أنه رحمة على الأرض وعلى أهلها. ومن صفاته، وهي الصفة الأخيرة، أن الناس سينعموا في زمنه نعمة لم ينعموها قبل، وقد سبق ذلك في الأحاديث فيما يبعثه الله عز وجل من المطر بعد هلاك يأجوج ومأجوج، فتكفي الرمانة العصابة من الناس ويستظلون بقحفها، والقطفة من العنب، العنقود العنب يكفي العصابة، والرسل من اللبن من اللقحة الواحدة يكفي القبيلة، وتعاد فيها للأرض بركتها. نعم. قال: ولأبي داود عن أم سلمة. ما اسم أم سلمة؟ ما اسمها؟ لم أسألكم عن اسم لاعب ولا اسم مغني، لا لاعب في المنتخب ولا مغني، في سألتكم عن اسم أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. تحبون الرسول أنتم؟ اللي يحب الرسول يعرف أسماء بناته وزوجاته، وإلا فإن حبه للرسول مجرد دعوى. لا، ليست جويرية. خديجة يا زول، داير شنو يا زول؟ خديجة ماتت. سوداء، هذيك سوداء بنت زمعة المخزومية رضي الله عنها. أي الزيانبي؟ ليست زينب بنت جحش، وليست زينب بنت خزيمة الهلالية. يا جماعة، ما عرفتم اسم أم سلمة وتقولون نحن نحب رسول الله؟ لو سألتكم عن أسماء لاعبي منتخباتكم عددتموهم بأنسابهم. اسمها هند رضي الله عنها، مشهورة بكنيتها أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة، أي اختلاف عظيم عند موت هذا الخليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، ينازع، يطلب، يراد أن يهلك، فيريد مكة ليأمن فيها. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا؟ فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، يخرجونه لما جاء إلى مكة هاربا إليها، يخرجونه من بيته إلى الحرم إلى الكعبة وهو كاره هذا الخروج، وكاره أن يبايع له بالخلافة، فيبايعونه بين الركن والمقام، يبايعونه على الإمرة والخلافة. هذا هو المهدي.
طيب، أنت ذكرت في الأحاديث السابقة أن الكعبة تخرب، والآن أوردت علينا الآية: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. نعم، هو آمن إلى أن يفسد الزمان بفساد أهله ويضعف الدين، يضعف جدا فلا يعمر بعده أبدا، وهذا علامة انقضاء الدنيا بعمران الآخرة. قال: فيبايعونه بعدما يخرجونه من بيته مستكن مستخبي، يخرجونه فيبايعونه بين الركن والمقام، وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيبعث إليه بجيش، لأنه وقع الخلاف بعد موت هذا الخليفة، أي أن هناك من ينازعه الإمرة، ينازعه الإمرة. أشغلك التصوير أنت، أشغلك عن الدرس هذا التصوير، الله يهديكم يصلحكم. يبعث إليه بعث جيش من الشام ليزيل إمارته ويزيل ملكه، يخسف بهذا الجيش، يخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة. لماذا؟ لأنهم ظلمة غشمة يريدون أن ينازعوا الأمر أهله، لا يعظمون حرمات الله في مكة والمدينة، يستحلون الحرمات ومنها إراقة الدماء، وهم قاصدون مكة لأجل هذا. يخسف بهم في بيداء من الأرض، فإذا رأى الناس ذلك أن الله خسف بهذا الجيش وجعل هذه العلامة بينة خسوفا بهم تهضم الأرض وتبتلعهم، فإذا رأى الناس ذلك أتاه، أتى هذا الخليفة الذي بويع له عند بين الركن والمقام، بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم عند باب الكعبة، أتاه أبدال الشام وعصائب العراق. أبدال الشام هم الصالحون الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث لا يذهب واحد إلا يبدل به آخر، أهل الدين، أهل العلم، أهل السنة، أهل الإيمان. وجاءه عصائب العراق، أي خيار أهلها، فعصبة القوم خيارهم ورؤساؤهم، فيبايعونه، وهذا ما يصلح الله عز وجل شأنه في ليلة. ثم ينشر رجل من قريش أخواله كلب، أي قبيلة كلب العربية المشهورة، فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، يظهرون عليهم أي ينتصرون ويغنمون غنيمة عظيمة. قال: والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، لعظيم ما فيها من أين؟ من غنائم الأموال. فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم، أي هذا الرجل الذي هو المهدي، يقسم المال قسما فلا يعده لكثرته، لعظيم غنائمهم، ويعمل في الناس أي يحكم فيهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقى الإسلام، ويلقي الإسلام بجيرانه. طيب، قبله أهمل الناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهملوا الحكم بالإسلام، وهذا ظاهر الآن. أين من يحكم بشريعة الإسلام؟ لا على مستوى المجتمعات، بل حتى على مستوى نفسه يحكمون بالأعراف والتقاليد، يحكمون بالسلوم والعادات، يحكمون ويتحاكمون بالقوانين المستوردة الجاهلية الوضعية، ويبقون مددا على ذلك حتى يبعث الله هذا المهدي فيحكم فيهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبشريعة الإسلام. وهذا معنى أن تملأ الأرض عدلا وقسطا، لأن العدل في شريعة الله وفي حكمه، والقسط والخير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دينه، والحيف والظلم والجور فيما خالف الكتاب والسنة من شرائع الناس البالية في عوائدهم وقبيلاتهم وسلومهم،
أو في أنظمتهم ودساتيرهم المستوردة. قال: ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض، أي يضرب بعطن يفشو وينتشر. ألقى بجيرانه، وهذا مثل عند العرب، يضرب الحق بجيرانه أي ينتشر ويفشو ولا يكون إلا هو، وهذا في قراره واستقراره. تقول العرب: البعير ألقى بجيرانه إذا برك بروكا قويا وثبت على الأرض، فيلبث 7 سنين أي هذا المهدي، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، يموت الموت التي كتبها الله على بني آدم ويصلي عليه المسلمون. وهذه السنين 7 كما سبق أهنأ عيش للمسلمين في زمن المهدي في عيشهم، فهم في أرغد نعمة وفي أكرم حال. نعم. وذكر ابن أبي شيبة رضي الله عنه عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو المهدم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يجيء جيش من قبل الشام حتى يدخل المدينة، فيقاتل المقاتلة ويبقر بطون النساء، ويقولون للحبلى في البطن: اقتلوا صافة السوء، فإذا حلوا البيداء من ذي الحليفة خسف بهم، فلا يدرك أسفلهم أعلاهم ولا أعلاهم أسفلهم. قال أبو المهدم: فلما جاء جيش ابن دلجة قلنا هم فلم يكونوا هم. نعم. حديث ابن أبي شيبة يفسر الرواية السابقة في حديث أبي داود عن أم سلمة، فإنه ذكره بإسناده عن حماد بن سلمة عن أبي المهدم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا قاله أبو هريرة موقوفا عليه ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: يجيء جيش من قبل الشام، أي من جهة شمال المدينة، حتى يدخل المدينة فيقاتل المقاتلة، كل من حمل السلاح يقتله هذا الجيش، ويبقر بطون النساء، وهذا من ظلمهم وجورهم، حتى لم يرحموا الحامل فيبقرون بطنها، أي يشقونه ليخرجون ما فيها من الحمل، حتى يقرون للحبلى من النساء: اقتلوا صافة السوء، يعني أن حملها ما جاء إلا من فعل قبيح وهو الزنا. ثم يخرجون من المدينة يريدون مكة، توهم في أول خروجهم من المدينة، فإذا هم بالبيداء، البيداء الضفة المرتفعة عن يمين وادي العقيق، تبعد البيداء عن المدينة 10 أميال، حتى إذا حلوا البيداء من ذي الحليفة أي ميقات أهل المدينة خسف بهم. من يخسف بهم؟ ربي جل وعلا، لما أمهلهم ومع استمهاله لهم ظلموا وبغوا وجاروا وسفكوا الدم الحرام وأزالوا حرمة المدينة وخرجوا يريدون مكة، يخسف بهم فلا يدرك أسفلهم أعلاهم، يخسف بهم جميع خسفا بانهضام من الأرض ليهلكهم، ولا يدرك أعلاهم أسفلهم. لما جاء جيش ابن دلجة، يعني زمن الحرة في 60 من الهجرة، ظن التابعون أن هؤلاء هم، لأنهم استباحوا المدينة 3 أيام، قال: فلم يكونوا هم، دل على أن هذا يكون في آخر الزمان إذا جاء هذا الجيش ينازع المهدي إمرته ويظلمون، ويمهلهم الله من مسيرهم من جهة الشام إلى أن يخسف بهم في بيداء المدينة على بعد أكثر من كم؟ مسيرة شهر من بلاد الشام. نعم. ولمسلم عن أم سلمة رضي الله عنها وسئلت عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ بالبيت عائد فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، وكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف بهم معهم،
ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. قال أبو جعفر: هي بيداء المدينة. فقال له عبد العزيز بن رفيع: إنما قالت ببيداء من الأرض. فقال: كلا والله إنها لبيداء المدينة. هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، وقد سبق ذكره في أول هذا الكتاب، أنه يغزو الكعبة جيش، فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم، وهذا أوان بيانه، فإنما هذا الجيش يأتي من مكان بعيد من جهة الشام لينازع المهدي امرته لما انعقدت له البيعة بين باب الكعبة، بين ركن الكعبة وبين مقام إبراهيم عند بابها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في صحيح مسلم: يعود بالبيت عائد. سبق أنه يخرج من المدينة فيبقى مستخفيا في مكة، ثم يخرجه أهل مكة ويبايعونه عند باب الكعبة. يعود بالبيت عائد فيبعث إليه بعث، يرسل إليه جيش ليقبض عليه ويزيل بيعته، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. والبيداء من الأرض كما جاءت في الروايات هي بيداء المدينة، وهي الضفة على وادي العقيق، فإنه ثبت في حديث جابر ابن عبد الله في صحيح مسلم لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فلما صلى الظهر عند الشجرة أهل بالحج، أي النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، ثم لما وضع رجله في الغرز أهل، ثم لما علت به دابته أي وقفت واستقامت واقفة أهل، قال: فلما علا على البيداء أهل. أهل كم مرة؟ أربع، بعدما صلى، ولما وضع رجله في غرز رحله، ولما استقامت ناقته به واقفة، والرابعة لما علا على البيداء، وهي ضفة الوادي المرتفعة. لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم إهلاله بالحج أربع مرات؟ أهل بالتوحيد بالحج، لبيك اللهم لبيك، لما؟ أهل لأن معه الجم الغفير، يقول جابر: فأنظر أيمن منه مد البصر، وأشأم منه مد البصر، وبين يديه مد البصر، ومن ورائه كذلك، فإن الناس أموا المدينة أي قصدوها، كلهم يريد أن يأتم، أن يتأسى ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكرر إحرامه أربع مرات ليعلم الناس بالتعليم الفعلي صلى الله عليه وسلم. وهذا سقته لأبين أن المراد بالبيداء بيداء المدينة كما قالته أم سلمة، وكما نصره عبد العزيز بن رفيع، قال: كلا والله إنها لبيداء المدينة، أي الموضع الذي يخسف بهذا الجيش الظالم الغاشم، هذا البعث المعتدي الذي ينازع الأمر أهله، ينازع المهدي امرته، يخسف بهم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: وكيف بمن كان كارها لما خسف بهذا الجيش كله، خرج معهم وهو كاره؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف به معهم، أن يناله ما نالهم. وهذا لأنه قصر، فلو هرب عنهم وتخلى عنهم ولم يشاركهم في هذا الأمر، أو أنه استبان وأعمل علمه. قال: ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وش قصده؟ وش نيته؟ يبعث عليه يوم القيامة، لكن لقي في أول الأمر ماذا؟ هذا الأمر. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها في إحدى الروايات، قال: يخسف بجيش في بيداء من الأرض. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ لأن الخسف هلك. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر
الخبث إذا كثر الردى، وهذا فيه أنه إذا لم يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤخذ على يد السفيه أوشكوا أن يعمهم الله جل وعلا بعذاب من عنده وعقاب. نعم، إذا كثر الخبث ثم يبعثون بعد ذلك على نياتهم أي على مقاصدهم. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. نعم. ولأبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمة المهدي إن قُصِر فسبع وإلا فتسع، تنعم فيه أمتي نعمة لم يسمعوا بمثلها قط، تؤتي أكلها ولا تترك منه شيئا، والمال يومئذ تؤتى، أظنها تؤتى الأمة أكلها. نعم، أحسن الله إليك. تؤتى الأمة أكلها ولا تترك منه شيئا، والمال يومئذ كدوس، يقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ. وله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك سبع سنين. نعم، هذان الحديثان وما سيأتي بعدهما من الروايات في وصف هذا المهدي. فقد روى أبو داود السجستاني في سننه من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي المهدي. يكون يعني في المستقبل، لأن الفعل المضارع فعل حالي وفعل استقبالي، كقوله سيكون. يكون في أمة المهدي، إذن وصفه بهذا الوصف دل على أنه مهدي من الله، أنه صاحب دين صاحب علم. إن قصر فسبع وإلا فتسع، أي إن قصر حكمه سبع سنين، وإن زاد لم يتجاوز التسع السنين. تنعم فيه أمتي نعمة لم يسمعوا بمثلها قط، وهذا كما سبق في الروايات والأحاديث بعدما ينظف الله الأرض من يأجوج ومأجوج، لأن عيسى ينزل عليه السلام والمهدي أمير للناس، فيقتل الدجال ويجاهد عيسى مع المهدي المشركين حتى لا يقبل من الناس إلا إسلام أو جزية أو قتل، توضع الجزية ويكسر الصليب، ويبعث الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، وتبقى الأرض كالزلفة فتعاد لها بركتها. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تنعم فيه أمتي نعمة لم يسمعوا بمثلها قط، لا في سابق الزمان ولا في حاله. تؤتى أكلها أي الأرض، ولا تترك منه شيئا، يظهر خيرها كله، والمال يومئذ كدوس مكدس أي أنه كثير، يقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ. يحث المال حثوا لا يعده عدا ولا يقسم ولا يحسبه، يحثله حثوا من كثرة المال لأنه متوافر وأنه كدوس. ولحديث أبي داود عن أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف. معنى أجلى الجبهة يعني جبهته عريضة، فإن شعر رأسه انحسر حتى عرضت جبهته، هذا وصفه الخلقي. أقنى الأنف، أقنى أي أن الأنف طويل وأعلاه أرنبته دقيقة وفي وسطه نوع حنى، وهذا وصف وشبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا أي عدلا وإنصافا وعلما كما ملئت جورا وظلما، يملك سبع سنين أي مدة هذا الإنعام
يستمر 7 سنين، وكما مضى إن قصر فسبع وإن زاد فتسع. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، قال زائدة في حديثه: لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من أمتي أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. صححه الترمذي. نعم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم، لأنه لا بد أن تتم أعلام النبوة، ومنها ما أخبر عليه الصلاة والسلام من خروج هذا المهدي في آخر الزمان. والحديث يدل على أن خروجه متى؟ في آخر الزمان، ولهذا مر معنا أن خروجه سيكون في أثناء أشراط الساعة الكبرى، ففي وقته الدجال، وفي وقته يأجوج مأجوج، وفي وقته نزول من؟ عيسى بن مريم. وهذه الثلاث مترتبة: أولها الدجال، ثم نزول عيسى، ثم خروج يأجوج ومأجوج. قال: لطول الله ذلك اليوم، أي الذي لم يبق إلا من الدنيا إلا هذا اليوم، حتى يبعث الله رجلا من أمتي أو من أهل بيتي. وكما سبق أنه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يصلح الله شأنه في ليلة فيبايع له بين الركن والمقام، وهو كاره للبيعة لأنه خرج من المدينة هاربا إلى مكة. يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. اسمه محمد بن عبد الله، يواطئ يعني يماثل ويطابق، فاسمه محمد بن عبد الله كما اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله. وهذا كما سبق في أوصافه 14 التي سبق عدها وسردها. نعم. وله وحسنه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمتي المهدي يعيش 5 أو 7 أو 9، زيد هو الشاك. قال: قلنا وما ذاك؟ قال: سنين. قلنا وما ذاك؟ قال: سنين. فيجيء إليه الرجل، يعني يعيش 5 أو 7 أو 9 سنين. نعم. قلنا وما ذاك؟ قال: سنين. فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي وأعطني، فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. وهذا فيه أنه سيخرج المهدي، إن في أمة المهدي، كما في رواية الترمذي وحسنه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، يعني أمر منكر مستنكر، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمة المهدي يعيش 5 أو 7 أو 9 سنين، الشك من أحد الرواة، فيجيء الرجل إليه فيقول: يا مهدي أعطني، فيحثي له في ثوبه، في متاعه، يحثي بيده، لا يعد ما حثى له، لأن المال قدوس، ولأن المال كثير، في ثوبه ما استطاع أن يحمله. وفيه أن ذاك الزمان ليس هناك أرصدة حتى يحول إليها المبلغ، وإنما يحمل هذا المال في ثوبه، في متاعه، لا يعده عدا. نعم. وروى الشافعي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. هذا الحديث ضعيف كما سيبين المؤلف رحمه الله. نعم. رواه الشافعي عن الجندي قال الحاكم. لا، رواه الشافعي عن الجندي. أحسن الله إليك. رواه الشافعي عن الجندي قال الحاكم مجهول واختلف عليه في إسناده، فتارة يرويه عن أبان عن ابن عياش عن الحسن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعف أبان،
وتارة عن الحسن عن أنس رضي الله عنهم، فهو منفرد به مجهول عن أبان، ومتروك عن الحسن رضي الله عنه منقطع. هذا الحديث ساقه المؤلف لينبه على غلطه، وقد أعله بأربع علل. قال: وروى الشافعي في مسنده، والحديث رواه أيضا البيهقي، ورواه الحاكم، وقد نبه الحافظان البيهقي والحاكم على ضعف هذا الحديث. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة، أي الأمر في آخر الزمان يزداد شدة لعظيم الفتن ودلهامها. وهذا المعنى حق كما دلت عليه الأدلة السابقة. ولا الدنيا إلا إدبارا، إدبارا يعني بفساد أهلها وفساد ما فيها. ولا الناس إلا شحا، أي بخلا بما في أيديهم، وبخلا حتى بعلومهم وأثرة. ولهذا في الحديث: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. كل هذا المعنى حق. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هذا حق أيضا. اللفظة لمستنكرة: ولا مهدي إلا عيسى بن مريم، هذه اللفظة ضعيفة ومنكرة. نعم عيسى مهدي بهداية الله له، لكن سينزل عيسى وأمير المؤمنين وقته هو المهدي الذي اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويواطئ اسمه اسم أبيه اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضت الأحاديث أنها ثبتت واستفاضت عن كم؟ عن كم؟ عن 14 صحابي. هذه الزيادة: ولا مهدي إلا عيسى بن مريم، زيادة منكرة، وقد نبه الشيخ عليها بأربع علل. العلة الأولى أن فيها في رواتها الجندي، وهو مجهول، ورواية المجهول سواء مجهول العين أو مجهول الحال ضعيفة عند أهل العلم. العلة الثانية أن في إسناده اضطرابا، في إسناده اضطراب واختلاف، فإنه مرة يرويه عن أبان ابن عياش عن الحسن، ومرة يرويه مباشرة عن الحسن، يسقط أبان ابن عياش لضعف أبان، وهذا اضطراب في السند، والسند المضطرب يصير الحديث ضعيفا. العلة الثالثة أن فيه أبان، وأبان ضعيف. العلة الرابعة أبان ضعيف وعند بعضهم متروك الحديث. العلة الرابعة أن الحسن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من قبيل المنقطع، وهو المرسل الذي لم يسمعه التابعي من رسول الله. فهذه أربعة علل تجعل هذا الحديث واهيا، أي ضعيفا ضعفا شديدا. وما كان ضعيفا ضعفا شديدا وواهيا لا يصح الاحتجاج به. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، وأن يعز دينه، ويظهر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على العالمين، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، أن يصلحهم وينصرهم بالإسلام، ويعز بهم دينه، ويظهر بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يضلنا وإياكم من المسلمين بعد إذ هدانا، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون ملكا عاضا ثم خلافة. نعم، هذا جاء في حديث سفينة الذي رواه البخاري وغيره. خلافة النبوة 40 سنة، ثم ملكا عضودا، ثم بعده خلافة. هذا في مجمل ما يكون بعده. صارت الخلافة الراشدة بعد النبي 30 سنة إلى 40، ثم جاء بعدها الملك العضود في ملك بني أمية وبني العباس ومن بعدهم، إلى أن يكون الخليفة المهدي في آخر الزمان. ولهذا في الحديث الآخر:
خلافة نبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. هذا لفظ البخاري، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، والله أعلم. أيهما أفضل، الجلوس في حلق العلم أم الطواف؟ أصلا هذا السؤال غير وارد إلا لمن لعب عليه الشيطان أو لعبت عليه نفسه. كيف ذلك؟ حلق العلم فيها فائدة وتفوت، الطواف يفوت؟ ما يفوت، فيطوف حيث ليس هناك علم وتدريس، لأن نفع العلم نفع متعدي، العلم عبادة نفعها متعدي، والصلاة والطواف نفعها قاصر، والاشتغال بالعبادة التي نفعها متعدي أفضل. ولهذا لا يرد هذا التعارض إلا لمن يتبع نفسه هواه ويتمنى الأماني والأمنيات. أيهما أفضل، قيام الليل أم طلب العلم؟ يسهر يراجع العلم ويذاكر ويدارسه أم يقوم الليل؟ الأفضل طلب العلم، لأن قيام الليل عبادة شريفة نفعها قاصر على صاحبها، والعلم نفعه إيش؟ متعدي لغيره، بشرط أن تصح فيه النية ويصح فيها المقصد. وإليكم هذه القصة، جاء الإمام الشافعي من مصر فدخل العراق ونزل على تلميذه الإمام أحمد ضيفا، والإمام الشافعي يقول: ما تركت بعدي في العراق أفضل ولا أعلم من أحمد بن حنبل. نزل الشافعي الشيخ ضيفا عند تلميذه أحمد، قرب له أحمد في الليل الماء حتى إذا أراد أن يقوم يتوضأ ويصلي، فلما طلع الفجر وجد أحمد الماء لم يتغير، وشأن أهل العلم قيام الليل، فقال: ما عفى الله عنك، لم أرك تمس الماء. قال: ما زلت مذ فارقتني وأنا أتأمل وأتفكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير. هذه اللفظة الوجيزة، وأبو عمير هو أخي أنس بن مالك الصغير، كان يلعب بطير والنغري فيداعبه النبي، فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير. يقول الإمام الشافعي: فما زلت أتأمل فيها حتى استخرجت منها 100 فائدة. اشتغل بماذا؟ ها؟ بالعلم، ولا يقلب جواله أو يقلب بالقنوات أو بالتويتر؟ بماذا أمضى ليله؟ بالعلم، يذاكره ويدارس ويستنبط، وهذا فضل العلم. ولهذا لا يرد هذا السؤال: أيهما أفضل، الحلق أم الطواف؟ والله أعلم. هل يجوز للمحرم أن يقصر لنفسه؟ نعم، إذا طاف وسعى جاز للمحرم أن يحلق لنفسه أو يقصر لنفسه، لأنه أذن له بماذا؟ بتقصير شعره، والله أعلم. يقول: هل الأعمال الصالحة غير الصلاة تضاعف في مكة إلى 100,000؟ إنما جاء العدد بالمضاعفة بالصلاة، أما بقية الأعمال الصالحة من صدقة أو دعاء أو استغفار فإنها تضاعف بكيفيتها لا بعددها، لشرف المكان، وإذا انضاف إليه أيضا شرف الزمان، والله أعلم. كم باقي على الأذان؟ ها؟ لا إله إلا الله. يقول: أنشأت صفحة في الفيسبوك أنزل عليها يوميا صفحة من القرآن تذكيرا للناس ليقرأوا القرآن كورد يومي للقراءة، فهل هذه بدعة؟ هذه ناحية اشتهرت الآن، سواء على الواتس أب وإلا على الفيسبوك ولا على الانستغرام أو غيرها من الوسائل المعاصرة، ينزل صاحب المجموعة أو رئيسها صفحة
من القرآن، فإن كان يدعو الناس لقراءتها قراءة من غير أن يعلموه أو يضعوا علامة صح على القراءة أو إشارة على القراءة فلا مانع، هذا من التواصي على الخير. أما إذا قال اقرأوها وأعلموني بقراءتها فإعلامهم إياه لا يجوز، لأن هذا مدعاة إلى الرياء، مدعاة إلى ماذا؟ إلى الرياء، والله أعلم. يقول اشتريت من عندي بائع متجول قميصا ب10 ريالات ولم أتمكن من أداء القيمة إليه لأنه هرب من مفتش البلدية، ماذا أفعل بالمبلغ الذي بذمتي؟ ارجع إلى المكان الذي هرب منه هذا البائع في وقت آخر، فإن وجدته فأعطه قيمته، وإن رجعت مرة وثانية وثالثة وتأكدت أنك لا تجده تصدق بهذه القيمة عن نيته، والله أعلم. تفسير آية النداء من يوم الجمعة ومتى أذهب إلى المسجد؟ يقول الله جل وعلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا وجوب الإجابة بالنداء الثاني، فالإجابة فيها واجبة، والإجابة قبل النداء الثاني مستحبة، ولهذا كل من بكر إلى الصلاة صلاة الجمعة زاد أجره وعظمت مثوبته بتبكيره. وفيها الحديث المخرج في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى من يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إذن البدنة أفضل من البقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في السابعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الخطيب أغلقت الملائكة صحفها واستمعت وجلست تستمع الخطبة، دل على أن المجيء قبل دخول الإمام مستحب، لكن يتأكد الوجوب للمستوطنين ويأثمون بتأخرهم عن المجيء عن الإمام إذا دخل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.